أسعد الله أوقات الحلقات السابقة للأسماء المرشحة لتدريب منتخبنا الوطني للتصفيات القادمة والمرحلة المقبلة من مشاركة منتخب أسود الرافدين. يعني كان يوم أمس اجتماع الاتحاد الكرة اتخذ جملة من القرارات، لربما 9 قرارات فيما يخص يعني الاتحادات، يعني نشاطات الاتحاد، لكن لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد بتسمية المدرب القادم لأسود الرافدين. لم يكن في حسابات الاتحاد هذه التسمية، وتأجلت مسألة تسمية المدرب من هو من الأسماء الثلاثة، الكابتن حكيم شاكر، الكابتن راضي شنيشي، الكابتن أيوب أديشو. لحد هذه اللحظة الأسماء مبهمة، لكن اليوم موعدنا ولقانا سيكون مع الاسم المرشح الأوفر حظا والمرشح الساخن لتولي قيادة السود الرافدين، ألا هو الكابتن راضي شنيشي. نرحب بأجمل ترحيب في حلقة هذا اليوم. حياك الله كابتن. حياك الله حبيبي، تحية لك والمشاهدين الكرام والأخوة الحضور. نورتنا. الله يخليك كابتن راضي. أكيد اليوم احنا يعني راح نستانس برأيك، والجمهور الرياضي يعني اليوم راح يتابعك بدقة وراح يتعرف على تفاصيل يعني ما يدور في خلد الكابتن راضي شنيشي في حال تسميته للمنتخب الوطني. لكن السؤال الأهم، هل تم اتصال مع الكابتن راضي شنيشي لحد هذه اللحظة؟ هل هناك قنوات اتصال رسمية مع الاتحاد أم ما زالت هي تكهنات ومجرد يعني شائعات بأنك المرشح الحظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا شكرا على الاستضافة. بالبداية طبعا أشكر طبعا الإعلام بجميع مفاصله طبعا، وكذلك الجمهور على الثقه الكبيره طبعا اللي يولوها طبعا الى المدرب المحلي طبعا، ويعني خصوصا المتكلم كان هناك ترشيحات كثيره. طبعا انا يمكن امس في اتصال يعني مع الاخ هشام محمد نوهت انه ما لا يوجد هنالك اتصال رسمي، لكن قبل ما اجي للحلقه اتصل بي الاخ فايل العموسي قال لي اريد اشوفك، يعني بس هذه الكلمه اريد اشوفك نسولف يعني مواضيع ما اعرف صراحه. لا ما دخل بشكل رسمي. ما دخل بشكل رسمي، بس مجرد كلام. قلت له ان شاء الله عندي لقاء صراحه. بدي اشوفك وين يعني، حدد موعد مقابلتك. ممكن يعني ممكن هو شوف، اولا هو من حق طبعا الاتحاد او لجنه المنتخبات يعني خلينا نقول عليها تكثر من دراسه مدرب المرشحين، لان هذا اعتقد خلينا نقول عليه هرم كبير طبعا. أكيد. يجب ان يكون اختيار دقيق ولا يكون متسرع، وممكن هناك تجاذبات بيناتكم، هناك يعني مو نقول تقاطعات، اختلاف في وجهات النظر، وهذا طبعا شيء طبيعي جدا ولا يمكن ان ياثر على المدرب. انا وجهه نظري لان لا يمكن ان انت تكسب جميع الاصوات، مستحيل. أكيد. فطبعا لحد الان ماكو شيء رسمي، انا اسمع منكم وانا ما عندي فيسبوك بالمناسبه، مو متابع دقيق للاعلام لان ملتهي طبعا بتدريبات وكذا بعض الامور، لكنه انا اشرف طبعا ان اكون مدرب المنتخب الوطني. كل مدرب عنده مفكره، عنده خطه، لكن انا اعتقد بهذه الطريقه انه انت مثلا تسمي، تقعد تسمي مثلا وما تتكلم مع المدرب. انا كنت اتمنى انه يكون هناك جلسه سريه يعني بينه وبينهم، او المدرب المرشح يقعدون معاه يسولفون معاه، وانا طبعا الحمد لله كتوب ممكن اقعد اسكت ما له شغله، فتبدي هنا ياخذون الامور او ياخذون بمعنى صح الاوكي انه انت ما عندك اي اشكال وجهات النظر. تبدي هل انا استطيع تطبيق يعني افكارهم خططهم، هل يقدروا يوفرون لي المستلزمات، هل بعض الشروط اللي ممكن اضعها اني امام الاتحاد. هذا انا اعتقد وما به شيء يعني، من اقعد هسه اقعد معك انا حتى لو اختلف معك اطلع ما عندي مشكله، لان هذا تدريب منتخب. أكيد. تدريب المنتخب ليس بالشيء الهين، يعني انا رسالتي للمدربين تدريب المنتخب مو مجرد انه اكتب انا تدريب انا دربت المنتخب السيفي، هذا تدريب منتخب، هذا قمه، هذا ممكن يعني يهوي بك الى الهاويه وتنتهي صراحه. فانا اعتقد بما انه هو واجب وطني، بما انه الكره العراقيه تمر في فتره مخاض خلينا نسميها، او التصفيات الاوليه بدأ الشارع يقلق صراحه من الاداء الغير جيد. انا شارعنا ذواق، في بعض الاحيان الفريق ده يلعب جيد وممكن يخسر، يقول لك فريق يعني بما انه جيد اذا هناك مستوى، هناك تطور، ممكن نتائج المستقبل. كابتن حالك حال الشارع الرياضي والمحللين، تابعت مستوى المنتخب في التصفيات الاوليه وايضا لم تكن مقتنع فيما قدم المنتخب. وانا هسه اذا اقول مقتنع ممكن يعني يكون عليه علامه استفهام. احنا لعبنا يمكن بالتصفيات كلها لعبنا شوط واحد هو مع تايلند، الشوط الاول كان على مستوى جدا عالي، لكن كان تراجع مخيف طبعا، وهذا الى اسباب انا ما اعلقها طبعا على الكادر
التدريبي، لان انا على يقين انه احنا دورينا ولاعبينا طبعا لا يمكن ان نتاهلهم مباراه دوري او تجي 3 ايام 72 ساعه يجي يلعب لك، لا تحتاج خطط طويله. يعني تحتاج كابتن يحيى يحمل اللاعبين في مباراه ثانيه. انا كل واحد له وجهه نظر. المنتخبات عندها خطه. نعم. خلي رزنامه الاتحاد الاسيوي تضع في فدي تستغله. الفريق الكوري لعب مباراه مع تايلاند او مع صين تايلاند، بعدين لعب مع تايلاند. فشوف يعني ورا يمكن يومين ثلاثه لعبوا دلا. يستمرون يلعبون يستمرون يلعبون. احنا بعيدين منقطعين لعده اسباب، اغلبها اسباب ماديه، اغلبها ماكو خطط طبعا واضحه. فطبعا اذا ما توجهت الدعوه للمتكلم ممكن يضع بعض النقاط اللي ممكن تخدم الكره العراقيه. السؤال الاهم انه انت دائما تخالف مساله انه انت تكون مدرب طوارئ، انت دائما تبحث. لا انا ما خالفت، العفو قاطعك، انا ما خالفت. انا جون قطر لبيت الدعوه وضحيت حتى في العقد اللي وصلت حد او اضحي بالعقد. لكنه انت بعد فتره زمنيه من تريد المدرب، ما يصير المدرب المحلي صح هو ابن الوطن، هو في خدمه الوطن يقدم كل غالي ونفيس. بس ما عندك انه تبني منتخب. لكنه انت ما يصير انه فقط تحتاج المدرب. هسه احنا ما نقدر نجيب مدرب اجنبي، واذا يجيك المدرب الاجنبي الى شروط كثيره ممكن تفرغ اللاعبين. اهمها انه يفصل الاولمبي عن الوطني. يفصل الاولمبي عن الوطني، فتقدر تتحقق. ليش هالنظره هذه الى المدرب المحلي؟ انا اعتقد الاختيار الدقيق للمدرب المحلي ايا كان، طبعا عندنا كفاءات، يجب ان تعطيه فرصه، انطيه فرصه زمنيه ويبقى على عمله. في بعض الاحيان طبعا ينجح المدرب يفشل، هذا في علم الغيب، لكن العوامل المساعده بالنسبه للمنتخب الوطني انا اعتقد لا توجد يعني لامور كثيره صراحه. اولها حاليا حتى إيه حتى حاليا قبلها، لانه المنتخب اذا ما توفر له مباراه على مستوى عالي يبقى ثقافه اللاعب ثقافه الدوري، لياقه اللاعب لياقه الدوري. يجيك اثنين ثلاث اربع لاعبين يعني يصطدمون بواقع اللاعبين الاخرين، فيجب اللاعبين يستمر. احنا شلنا قبله للمنتخبات، قبله للانديه الكبيره تجينا للعراق، هسه احنا ما حد يجينا. نقدر نلعب مع منتخبات، بس هذه تحضير قبل فتره زمنيه، ليس تحضير اني. الان اكو مكاتب لعمل مباراه تجريبيه، لا يمكن ان العلاقات اخابرك تخابرني، ماكو بعد يعني صار كله خارج قوس. فاحنا يجب ان نعمل مثل ما يعمل الاخرين. هذا منتخب العراق، هذه تطلعات شارع رياضي، الناس تشاهد المنتخب العراقي على الاقل يلعب زين. المنتخب العراقي سابقا برازيل اسيا، الان ما عندنا لعب، الناس تتطور، دخلت في دوري محترفين. فاحنا باقين صراحه على الاسم، وانا اعتقد التاريخ والاسم لا يمكن ان يشفع اذا ما تعمل وتجتهد. زين العقد اللي في بالك انه يمتد الى كم سنه اذا في محل توقيع؟ والله انا اقعد معاهم، انا ما اشتغل يعني، لان انا يمكن تكلمت اكثر من مره. مدرب المنتخب هو ما يدرب، اللاعب يصنع ويجهز في النادي يختار. وهو ملك النادي بالمناسبه، احنا في بعض ملك النادي. يعني انت هسه اللاعب ما تقدر تاخذه، حتى يعني انا دربت المنتخب 2009 نادي اربيل ما اعطوني اللاعبين ابدا ولا فد يوم اعطوني اياهم، قالوا مو حقك لان انت، ورغم انه احنا محليين كنا. فانا اعتقد المدرب المنتخب يضع خطه عمل طويله ويجب ان تطبق طبعا، ويجب على الاتحاد يساعده ويتابع اللاعبين. اما نعتمد على فقط ثقافه الدوري ولياقه الدوري وتجهيز اللاعب الدوري، سوف يكون هناك بناء كبير شاسع بيننا وبين المنتخبات الآسيوية اللي هي منتخبات يعني كبيرة. نقدر نقول كابتن راضي، إذا في حال جلوسك مع اتحاد الكرة تحدد مدة 3 سنوات إلى 4 سنوات؟ يعني أنا لا ما أشتغل يعني فترة قصيرة، لأنه قلت لك عمل المدرب المنتخب الوطني. أنا الآن استلمت الشرطة تقريبا جيت قبل 20 يوم. نعم. بما أنه يومين يدرب ممكن أغير، يعني اغير في فكر اللاعب، اغير لياقه اللاعب، لكن انا ما ادرب كمدرب منتخب، انا اتابع. يجب ان يجيني لاعب جاهز، فقط تضع نظام اللعب، فكرك، استراتيجي، بعض الواجبات تعطيها له، يجب ان يجيك اللاعبين جاهزين. فاذا بهاي الحاله يجب ان تكون فتره زمنيه طويله. جميل. كابتن راضي، يعني هل الفتره الزمنيه الكبيره انت الان مقبل على تصفيات مهمه وحاسمه. في حال لا سمح الله لا قدر الله انه كانت مشاركتنا مخيبه للامال وما صعدنا الى كاس العالم ولم نوفق في امم اسيا، باعتقادك اتحاد الكره هل سيراجع التفكير في مساله تسميه مدرب اخر بديل عنك، ام سوف يلتزم بالعقد اللي متفق معاك لمده 3 سنوات 4 سنوات لتشكيل منتخب للمستقبل القريب؟ وطبعا تبقى وجهه نظر او خطه الاتحاد. انا اعتقد كان كنا نستطيع في فتره زيكو كنا نستطيع ممكن خلينا نقول نخطف احدى الحسنيين، ممكن كنا نخلق فريق او نصعد لكاس العالم. نعم. فهنا صارت عندنا فعلا اكو
وجهة نظر أو هدف للاتحاد. إحنا الآن نمر في فترة انتقالية. نعم. إحنا جيل 2007 بقوا من عنده يمكن 2-3 لاعبين. فأنت إذن الجيل القادم يجب أن يأخذ فرصته. فرصته يجب أن تكون فترة زمنية طويلة حتى يشتد عوده. كل اللاعبين اللي برزوا ب 2007 هم بدوا ب 2004 ب 2003 أخذوا 3 سنوات 4 سنوات يلا بدوا. ثقافة اللعب على مستوى الدولي، لياقة الدوري الدولي، خبرة المباراة الدولية إحنا ما عندنا. فأنا أعتقد أنه الفترة الزمنية أنا وجهة نظري يجب أن تعطى للمدرب. أما ذا يعني هم كاتحاد مجرد النتائج تغير فأعتقد راح نبقى في هذه الدوامة. السؤال الأهم في كلامك قبل قليل ذكرت جيل 2007، وربما سائل يسأل، هناك كثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم والبارحة أو التباحة على خلال استضافتك في هذا البرنامج، رادوا يعرفون أنه مدى استيعاب لاعبي 2007 في فترة الكابتن راضي الشنيشي، هل التغيير كامل لهذه الأسماء سيكون حاضر؟ أم ما شوف الآن أنا أرجم بالغيب يعني مو مسمى الآن لو يسمون الاتحاد يمكن نعطيك كل الأمور وبشفافية. هسه نفترض جدليا أنه أنت مسمى. لا لا مو مسمى. أنا أعتقد أنه وجهة نظري، أنت هسه سألتني سؤال قلت الاتحاد ممكن إذا تخسر يعني هل مو يغير على طول تستمر؟ فأنا أعتقد أنه الاتحاد يجب أن يكون عنده خطة لبناء فريق، بناء فريق للمستقبل. فأنت يجب أن توفر بدلاء ليونس، لنور، لعلي حسير حيمة، هذا الناس قدموا ما عليهم. يعني دخل كلام الكابتن راضي أنه هذه الأسماء ربما لن تجد لها مكان في هذا لكل حاجة حديث. أنا من يعني أتسمى رسميا ممكن أنا أبدي وأطرح بدلوي مثل ما يقولون. يعني قد نسبة تواجدهم بالنسب؟ لا أنا ما أقول لك نسب أو منسب. أنا بالنسبة لي عندي وجهة نظر، عندي خلينا نقول عليها فكرة أو خطة اللي حاول قدم كان لتطور بالمنتخب العراقي. المنتخب العراقي إذا يبقى على نفس الأسماء ونفس الستايل ونفس التدريب ما راح يتطور، ما راح يتطور. زين كابتن راضي، هناك شبه إجماع على تسمية الكابتن راضي شنيشل، وهناك لقطة يعني نحاول زميل المخرج رائد راشد إذا نشاهد هذه اللقطة لأحد الجماهير الحاضرة في إحدى مباراة الدوري النخبة. كان هناك يعني الشاشة الآن كابتن راضي، راضي مدرب منتخبنا مطلب جماهيري في احدى مباراة الدوري العراقي دوري النخبة. بالتالي السر بهذا الحب الجارف للشارع الرياضي وايضا اصطفاف الكثير من الاعلاميين والصحفيين مع الكابتن راضي باعتباره المنقذ القادم. والله انا اعتقد هو مو صح جمهور عاطفي طبعا، بس هم جمهور يفهم طبعا ويعرف. وانا اعتقد بطولة أمم آسيا كانت لها تأثير كبير طبعا بالنسبة لنفوس الإعلاميين ونفوس المتابعين، وخصوصا بعد كان المنتخب العراقي كان وضعه جدا يعني لا يسر صراحة، خصوصا بعد كأس الخليج. انت استلمت من مدى الشهر فأجينا أي 20 يوم دخلنا البطولة بوجود الأخوة الكباتن طبعا، مساعدة الجميع طبعا. فمن الفريق بدأ يظهر يعني نوعا ما يلعب كرة قدم، خلينا نقول وصلنا إلى مربع ذهبي. الكثير طبعا استشكل علي، تعرف احنا بعض الإخوان حاولوا قدم كانوا يقللون من انت سبقتنا. هم اكو جمهور استشكل على هذه النتيجة، وحتى مدربين زملاء لك صحفيين قالوا انه انت لعبت مع المنتخب الأردني فزت 2-0، خسارتك ويا اليابان 1-0، فوزك على فلسطين 2-0، فوزك على إيران بركلات جزاء ترجيحية وكان هناك طرد لإيران، النصف النهائي خسرنا مع كوريا 2-0، الثالث والرابع خسرنا مع الإمارات 3-2. يعني ما يقول لك يعني لم تكن نتائج كبيرة أمام فرق إلا ثقلها. كل المباريات اللي احنا فزنا بها كان الفريق العراقي على مستوى عالي وتخسر فارق هدفته وتخسر في ضربة جزاء. بالنسبة هل نظرة هذا، أنا قبل شوية في بداية حديثي قلت إنه نظرتنا إنه للمنتخبات منتخبات هذه الدول نظرة إنه إحنا سابقا كنا أفضل، أما الآن لا. وأنا كنت ألعب في قطر، المنتخب الفلسطيني في قمة عطاء المنتخب العراقي وخرجنا من كأس العالم تعادل أنا 1-1. أنا كنت حاضر مباراة هدف سجل عينين في ضربة حرة. فلا لا ننظر نظرة انه هذه الفرق، الفرق كلها قاعد تعمل وخطط كبيرة عندهم. فأنا أعتقد انه الأداء الجيد دين عن النتائج، الأداء الجيد تشعر اكو فريق، تشعر انه اللاعبين يأدون، اكو نظام لعب، اكو ربط، اكو انتقال. هؤلاء الناس البسطاء والإعلاميين اللي فهموا طبعا اللي هم لبيبين يطالبون بعودة مثلا المتكلم. فهذا طبعا لا
طبعا لا يغطي او لا يضع الاخرين جنبا. عندنا مدربين جيدين صراحه على مستوى جيد يستطيعون طبعا يقودوا المنتخب العراقي، بس اعتقد الناس نظرت لهذه الجزئيه انه هو راضي. النقطه الاهم بهذه الجزئيه اللي نظر بها الشارع الرياضي، مع جل احترامنا وتقديرنا لبقيه المدربين كلهم مؤهلين ان يقودوا منتخب وطني، لكن ليش ما نتحدث بخصوصيه انه الانضباطيه العاليه اللي امتلكها الكابتن راضي شنيشيل في مباراه المنتخب الوطني، في معسكر المنتخب لا تحدث مشاكل، لربما هذه ما تميز الكابتن راضي شنيشيل، مما دعت بعد الشارع الرياضي للوثوق بك لكاريزما الكابتن راضي وشخصيته القويه. احنا مرات نصادر جهود المدرب وفكر المدرب وخبرته طبعا ومتابعته، او حاول قدر الامكان يكون متجدد بخصله واحده وهي الانضباط. الانضباط واحده من الخصال، واحده من الصفات اللي يجب ان يتميز بها المدرب. المدرب اذا ما كانت عنده هذه العمليه انه يجب ان اللاعبين يهابوا، يجب ان يضبطون اذا يشاهدوه في داخل الفندق وفي الملعب، راح تصير العمليه شبه سائبه طبعا. فاعتقد واحده من العوامل اللي تساعد المدرب هذا، لكنه اذا خلينا نقول على سبيل المثال هو منضبط وشخصيته جدا قويه، لكنه الجانب الفني الاخر هو ضعيف وركيك بيه. اسمح لي، ركيك بيه، هنا العمليه راح تبين الجانب الفني. أكيد. كره القدم هي عباره عن وضع خطط طبعا، تغييرات، تجهيز الفريق، وضع نظام معين، تشكيله معينه. فانا اعتقد هذه في بعض الاحيان انا صراحه الضايق من عتي. ليش؟ لان يصادرون كل مجهودك الفني بيخلوك في حصول في هذه الانضباطيه. يمكن هذا وضعي انا صراحه، واحب انه اكون عادل ويا اللاعبين، يعني كلهم مساويهم صح. انا مو معصوم، يجوز اخطا مثلا في بعض الاحيان تشكيل، في بعض الاحيان بتصرف، لكن احاول قدر الامكان انه كل اللاعبين يكونون سوى، لان انا اعتقد المدرب اذا فرق بين اللاعبين، المدرب يعتبر مربي، اخ، اب، فاذا فرق بين اللاعبين انا اعتقد وجهه نظر راح يفشل فشل كبير. واذا نقول الانضباط التكتيكي لربما هو الاهم. احسنت، انت هذا الانضباط والنظر للمدرب خلينا نقول عليه الاحترام والمهابه هذه تنتقل وين؟ الى الملعب. شوف الاداء منضبط، عدم اللعب العشوائي، عدم الانفلات، عدم الالتزام، فهذا ياثر طبعا على اللاعب. انا اعتقد لاعبينا جيدين، لاعبينا ممتازين، وعندنا مجموعه انا اعتقد ممكن تعمل بها فشي، لكنه اذا ما توفرت العوامل المساعده ممكن فريق يصير زين. يعني احد العوامل اللي حكينا بها بالانضباط العالي وسلوكيتك ويعني سواسيه التعامل مع اللاعبين، حتى اللاعبين المنتخب المتواجدين المحليين وحتى المحترفين يحبذون اسم راضي شنيشيل لسواسيه الكابتن بالتعامل. يعني في احدى المشاهد في بطوله امم اسيا احد اللاعبين البارزين في منتخبنا والمؤثرين كان لا يحمل باج التعريفي للاعب، انت رجعت، قلت له وين باجه؟ قال لك ما ناسي الفندق، رجعت للفندق وجاب الباج ورجع الى الوحده التدريبيه. هذا ايضا يعطي رسائل بانه اللاعبين من يكون انضباطيته اكثر بالملعب، من يعطي الجهد الاكثر بالملعب راح يكون هو اساسي، وبالتالي راح تكون سواسيه والعداله موجوده. لا طبيعي، هو كانوا 3 لاعبين تقريبا، وهنالك طبعا نظام على مستوى عالي لا يمكن اي لاعب يدخل، حتى انا صراحه كنت اخلي الباج تحت القنصله يفتشوني. فطبعا لاعب بهالمستوى هذا وما جايب، وهذا المباراه كانت قبل الثالث فرق والامارات كان عندنا مؤتمر فني، وما يجيب الباج، اذا هو شروط دين. انا عملت محاضره بعدها صراحه قلت لهم اغلب اللاعبين ما مركزين، كانوا لاعبين يفكرون في سفر، كل لاعب يفكر وين يروح، فجزء من هؤلاء اللاعبين كبار طبعا صراحه. فقلت لهم هذه طبعا تاثر على الفريق، خصوصا انتم لاعبين كبار يجب ان انتم تدققون انه على الباجات وتتكلمون اللاعبين الصغار. فهذا طبعا انا اعتقد هي من الامور البديهيه، انت يجب ان تتعامل اللاعبين سواسيه. جميل كابتن راضي، النقطه الاهم الثانيه من خلال يعني اتصالات الاخوه وتعليقاتهم في الفيس وحملونا امانه من خلال مواقع الكره، اللاعبين المحترفين، موقع شبكه الكره، يعني كثير من الاسئله، ربما جل الاسئله هي موجوده عندنا، لكن اكو اسئله يعني ما مطروقه بالحلقه تم اضافتها، لكن السؤال الاهم والسؤال المشترك لكل التعليقات فيما يخص اللاعبين المغتربين اللي انت تسميهم محترفين، يعني عندنا يعقوب، يعني يونس بتشيك، هولير مصطفى، كمال مصطفى بالسويد، روزان شاشوار بالنرويج، سيف حيدر جعفر بالنرويج، زيلوان حمد بالمانيا، ريوان الامين هولندا، ربين سعد السويد، اسامه رشيد البرتغال، شيركو كريم سويسرا، شوان جلال انجلترا، علي عباس استراليا، الان محي الدين السويد، اسماء متواجده في المنتخب جستن ميرام، ياسر قاسم، احمد ياسين، يعني
14 لاعب إضافة له ثلاثة لاعبين 17 لاعب. رح نأخذ الإجابة منك لكن بعد ما نذهب حبيت المشاهدين إلى فاصل بعد سيكون لنا إجابة عن اللاعبي المختارين بدلاء كما يحدث مع المنتخب الجزائري. بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية. طبعا بالنسبة للمحترفين خلينا نقول هم ليس المحترفين هذا موضوع طبعا حساس ومهم. طبعا أنا يمكن من المدربين الأوائل اللي تعاملت معه أنا عندي فكرة وجهة نظر بهذا نعم. الموضوع إنه اللاعب اللي خارج العراق نقول العراق اللي اضطرت ظروفه طبعا يكون برا إلى ما يعمل إضافة ويكون هو أفضل من اللاعب المحلي بأضعاف لا يمكن أن نستدعيه. هذا جانب. الجانب الثاني ما أعتمد على أشخاص معينين يجيبوا لي اللاعب أبدا مستحيل لأنه هاي بيها ترويج يعني بيها بعض الأمور خلف الكواليس. أنا عندي فكرة يعني في بالي صراحة أولا عملية التواصل ومعرفة خلينا نقول اللاعبين وأنديتهم سهلة فأنت ممكن تعمل مسح على اللاعبين في أوروبا يلعبوا وفي الدرجات يلعبوا بها والمراكز يلعبوا بها وتقدر تتابعهم وبعدين ممكن تجيبهم للاختبار. أما أنت الآن عارض لي مثلا 20 لاعب وأنا هذا لاعب مثلا قلب دفاع أجيبه بعد لا على سبيل المثال ياسر و جستن لا أمانة جبته جستن أنا ياسر وأحمد ياسين أحمد ياسين جاني شفته مباراة إجى على حسابه شفته مباراة منتخب قطر ودية كانت وياسر كان معه وكملت أوراقهم بهذه المباراة قلت لهم روحوا طبعا وبعدين بقى أحمد ياسين وياسر راح. فأنت هذا الجانب طبعا بالنسبة للاعبين المغتربين يجب أن تتعامل وياه بحذر وبمهنية طبعا حتى يجي اللاعب. طبعا أكو لاعبين أنا أعتقد وأجزم انه اكو لاعبين ممكن يخدمون المنتخب العراقي غير الثلاثة الموجودين هسه ممكن نستفيد من عندهم لكن يجب ان تختار اختيار دقيق وتتابع. اما اذا تعتمد على شخص فلان او وسيط لا راح تدخل بها امور كثيرة هسه تسميت اسماء انا حتى شايفهم اكو اسماء شايفهم يعني شايفهم وما يستحقون يلعبوا المنتخب ما يستحقون بس اكو لاعبين يستحقون هاي اللي نشوفه احنا اسماء لابد نقول اكثر بعد اي انا شنو قصدي اذا ما صارت يعني القسمه وصارت انه انا ادرب صرت كمدرب راح انطي هذا الجانب انطي الحيز بس الاختيار مالتي لا ابدا ما راح يكون عشوائي يعني اللاعب الكابتن راح يحدد عليهم استدعاء لا لا انا عندي طريقتي اللي انا اجيبهم بها انا عندي طريقتي اجيبهم لا يمكن ان اجي التدريب تدريب يعني تفس الناس ثقات لا انا اتابع والطرق الاخرى لكنه اللاعب اذا ما يكون قريب عليك وتشوفه انت وفي مباراه على مستوى عالي مثل ما حدث مع الاخوه الثلاثه لا يمكن ان تجيبه لان هذا يعتبر عبث وقتل اللاعب المحلي. لاعب محلي بالدوري موجود التابعه وعندنا لاعبين عندنا اللاعب اللي خارج العراق يجب ان يكون على مستوى عالي جدا. وبالمناسبه صحيح انه لاعبين المغتربين هم يلعبون طبعا في مستويات جيده ثقافتهم جيده تدريبهم على مستوى جيد لكن مو كل اللاعبين اكيد هذه تخلي هنا علامه استفهام مو كل اللاعبين بس اكو لاعبين يجب ان نبحث عنه. وبالفعل كثير من الدول المغرب العربي اعتمدت على اللاعبين اللي هم خارج العراق واستطاعوا انه يرتقون بمستوى المنتخب الوطني. هذا ليس انتقاص من اللاعب المحلي لان هي كره قدم اصلا هي كره تنافسيه منافسه اكيد. فانا طبعا مطيه هذا الجانب طبعا ومطيه حيز من تفكيري لكنه يجب ان الطريقه اللي انا قلتها او عمليه المتابعه يجب ان تاخذ تاثيرها وتاخذ مداها بحيث ان الاختيار حتى ما يكون عشوائي. يعني حتى اذا كانت تشكيله الكابتن سبعه لاعبين ما راح يأثر على فكرتك التدريبية انه اختيار سبعة لاعبين من اسماء المحترفين؟ بعد انا ما اعرف هسه انا سبع لاعبين 10 لاعب ما اعرف بس ماكو مشكلة اول مو شرط التوازن لا العفو هسه انت ابسط شيء انت عندك لاعبين محترفين عراقيين يعني عندك ضرغام وعلي وسعد واحمد كان ابراهيم وسلام شاكر وكثير من علي حسين رحيمه سلام اعتزل يمكن ست سبع لا سابقا ست سبع لاعبين كانوا محترفين والمغتربين تقريبا 10 لاعبين يجوا قبل 72 ساعة إذا اللاعبين يلعبون في دوريات منتظمة ومستويات عالية يعني أنا أعتقد ما بيها أي إشكال. جميل كابتن راضي السؤال الأهم الآخر واللي الناس تبحث عن إجابة شافية إلى المساعدين من هم المساعدين في فكرة كابتن راضي هل سيكون موجودين داخل العراق أم موجودين أكو يعني إن شاء الله موجودين من داخل كفاءاتنا موجودة من داخل من خارج العراق موجودين وعندي افكار اخرى اذا يعني استطاع الاتحاد اذا ما احنا نرجم قلت لك نرجم بالكيف بعد لما نقدر نعرف الاسماء لا لا اسماء انا ما اقدر انطي لانه هي في بعض الاحيان قناعات يعني نقدر نقول مساعد اول من العراق كلهم مساعد ثاني من العراق
لا لا ماكو مساعد اول مساعد ثاني، ما عندي مساعد اول مساعد ثاني، هم كلهم اخواني، كلهم اثنين مدربين مساعدين زين. كلهم صراحه يعني نقدر نقول واحد العراق عايش وواحد خارج العراق؟ لا مو شرط، يجوز اثنيناتهم من هنا يجوز موجودين كلهم بالعراق. انت فكرتك مختار يعني؟ لا لا انا بالنسبه لي بخلي يعني بعض الاشخاص بعض الاسماء يجب ان تخليها، واكو افكار اخرى يعني افكار يعني اخرى ممكن اخليها على الوضع اللي اذا صارت الحاله ممكن اطرحها، اذا صارت اذا ما صارت. اما المدربين المساعدين موجودين ان شاء الله. تعيد مساله شغله المستشاريه في لا هذا شغله المستشارين، شغله المستشارين ممكن تكون موجوده لكن بطريقه اخرى. شلون يعني؟ طريقه بعدين اقول لك. يعني لجنه مستشارين؟ لا لا ما خلي لجنه، احنا مشكلتنا شنو؟ انت في تسميه الكابتن يحيى علوان مستشار المنتخب، اعتقد اعترضوا الاتحاد على التسميه. اعترضت حتى كثير من المدربين، كثير من الاخوه، شلون يقول اني؟ فانا صراحه اتعلم من الدروس، اكيد اتعلم من التجارب. فانا طبعا عندي فكره انه ممكن يكون احنا مشكلتنا المستشارين، ما نعرف شنو المستشار. طبعا اكو ناس طلعوا علقوا وقالوا شلون يقعد المستشار يم المدرب؟ الحكيم يقول المستشار لا يستشار، يقعد بالمدرب. انا كان شنو؟ انا قعدتهم استاذ يحيى واستاذ نزار، انا قعدتهم قلت ما عندنا مدرب مساعد، قعدوا نتشاور الموضوع ما عندنا مشكله. اذا كانت هنالك فتره زمنيه طويله انت تحتاج مثل مستشار ممكن يتابع قاعد فوق، انت عندك مدربين عاملين في داخل الملعب هو شغلته. احنا كنا طوارئ، صارت هي حاله طوارئ امم اسيا. فانا صراحه الله وفقني انه اختاريت هاي المجموعه، هم مستشارين وهم يشتغلون يا مدرب. لان هي شنو العمليه؟ كانت عمليه قصيره جدا، ما بيها تدريبات كثيره، توزيع، تقسيم الفريق، وسط ومهاجمين ودافعين، كل واحد يشتغل. بس لكنه بما انه اكو فتره زمنيه طويله ممكن تحتاج الى مدربين مساعدين. المستشار الفكره موجوده لكن بطريقه اخرى او بصوره اخرى. يعني هم نقول نرجع اكو اسماء معينه خارج العراق؟ اي طبعا اكو اسماء موجوده خارج العراق وداخل العراق. يعني من الاسماء طرحت الكابتن عدنان درجات تمت مفاتحته لكن ربما وافق على التدريب، لكن المستشار في اربيل المستشار المدرب يخليه. شلون؟ مستشار المدرب يخليه اكيد ما تخليه يتوافق مع فكرك. اي مستشار مو قلت لك احنا احد المستشارين في احد الانديه مالتنا بدون ذكر اسماء اشتغل، كتب ورقه وطاها للمدرب قدام اللاعبين، شقق المدرب. المستشار يقعد ويجلس ويتناقش مع الكادر التدريبي خلف الكواليس، يكشف خفايا ما يمكن بالمكاتب المغلقه، يقعد يسولفون ويتناقشون ويبقى القرار للمدرب. يعني اكون صريح معك، يعني انا هسه موجودين كانوا يا استاذ نزار واستاذ يحيى، الاسماء انا من كتبتها وقلت لهم شوفوا، قالوا القرار لك. الاسماء الاوليه ال 30 اللي رحنا في عجمان التشكيل نقعد نسولف فيه، حتى التغيير في بعض الاحيان اتكلم معاهم يقولوا الكابتن انت تقرر، انت التغيير لك، لان هم مستشارين، لان هم يعني ما يريد يتحملوا المسؤوليه، وانا ما اريد احمل المستشار مسؤوليه مباراه، انا اتحملها. زين هذا فيما يخص المستشارين. زين اكو مسائل انه يتداول الشارع الرياضي وشائعات يقول لك ماكو دخان بدون نار، وهاي اصبحت يعني معروفه للقاص والدان، انه الاتحاد العراقي دائما ما يتدخل بتسميه اللاعبين المستدعين الى منتخبنا الوطني، وخاصه تشكيله 23 وهذا ما حدث في الاونه الاخيره، زج لاعبين خارج يعني مفكره المدرب او فرض على اسم المدرب. اذا ما تم فرض اسماء على الكابتن راضي الشنيشل، هل سيستمر بالتدريب ام سيناقش مع الاتحاد هذه الاسماء؟ لا شوف اولا هي فرضت عليك سابقا، لا ما هكذا ما اسماء، لا ما تنفرض. اولا انا اعتقد فتره ال 60 اسم مدري 70 اسم وبعدين ودوا 40 اسم، هذا نتيجه عدم استقرار بالنسبه للكادر التدريبي. لو الكادر التدريبي مستقر فتره زمنيه ما يختار هذا الاسم. لا لا مو يختار، ما يختار 70 يعني يختار 30 اختار المجموعه. انت شوف لاحظ المنتخبات كلها مستقره، انت تخلي فقط في مفكرتك كمدرب متابع للدوري تخلي بعض الخانات او المراكز للاعبين، اذا لاعب مثلا لا سامح الله تعور جيب هذا اللاعب وده يلعب بالدوري. طبعا هم يعرفون الاخوه بالاتحاد عمل التدخل الفني بالنسبه للمدرب طبعا هو اصلا خطا، وانا اعتقد الناس اللي واصله مراحل لا يمكن تتدخل بعمل المدرب، لانه انت قاعد تسلب حقه طبعا بالعمل، وبنفس الوقت تعطيه ذريعه يمكن تدخل حتى يتكلم على الملأ، ليش تدخل بعمله؟ بس انا اعتقد الاتحاد بريء، المدرب يساعد، المدرب يساعد الاتحاد، هو من يسمح، هو من يسمح، فهنا تبقى على المدرب. بس اقتضاضي يعني انت تعرف يعني اكيد سامع او يعني شاهد على مثل هكذا التدخلات، لكن معاك لم يحدث مثل هكذا حادثه فرض اسماء.
أي هي تبقى على المدرب. يعني أنت ترى مو بس بالاتحاد، حتى أكو بعض الأندية، يعني أكو بعض المدربين الجمهور يقود الأندية. أي خطأ المدرب يكون موظف فقط، موظف إنه هو يعني يروح ويجي فقط، موظف وينتظر الراتب يطلع. لا المدرب، المدرب يجب أن يتابع، يدقق، يختار اختيار دقيق، يعطي أي مجال إنه يدخل. من حق الاتحاد يناقش المدرب، مناسب من حق النادي يناقش المدرب، لكن تدخل، تدخل وجيب هذا ودي هذا، انت خلاص استلمته من حق، حق الطبيعي او جوهر، جوهر العمل مالته هو باختيار اللاعبين. انا اختار اللاعبين اللي يناسبون، يناسبون فكري. يعني نقدر نقول اي شخص من يشوف شخصيه مدرب يسمح بالتدخل يتدخلون، من يشوفه ما عنده مثل يقول مسكر الباب هذا الموضوع ما حيقدر. والله انا اعتقد المدربين هم انطوا مجال انه سواء كاتحاد او كانديه يدخلون في عملهم، وانا اعتقد هذا حاله طبعا غير جيده تمس المدرب العراقي صراحه. يعني ما تخليه اكيد ما تخلي الكاريزما مالته والشخصيه بحيث انه تنعكس على احترافه بالخارج، مو بس احترافه تنعكس حتى على اللاعبين، حتى على الفريق. اذا اللاعبين يسمعون انه الاتحاد او النادي يتدخل يجيب فلان ويودي فلان، اذا المدرب ما له لا قرار لا له يعني مثلا شخصيه في اختيار اي شيء، فأعتقد تأثر بالمحصلة النهائية حتى على أداء الفريق، حتى على عطاء اللاعب. أكيد أكيد. كابتن راضي، تداخل المنتخب الأولمبي مع المنتخب الوطني فترة زمنية جدا قليلة تفصلنا عن تصفيات كأس العالم وانتهاء أولمبياد البرازيل، وكانت بالأفق أنه الاتحاد استعين بكابتن عبد الغني الشهد لتدريب المنتخب الوطني فضلا عن الأولمبي، لكن لم تتم التسمية بسبب ربما يعني عرفوا انه الشارع الرياضي مع الكابتن راضي شنيشيل، عرفوا انه الاعلام ينصف الكابتن راضي شنيشيل، فتراجع عن هذا القرار، وايضا الكابتن عبد الغني الشهد اعتذر. باعتقادك لو انت لم تكن بهذه التسميه من وجهه نظر محايده، تسميه الكابتن عبد الغني الشهد بالمنتخب الاولمبي والوطني تعتقد انه فكره جيده، خاصه يعني تداخل المنتخبين نفس اللاعبين، ربما جل اللاعبين هم اولمبي وطني؟ شوف هي ما تخلو من الصحه، بس هذا دليل على صراحه على عدم العمل الصحيح لعدة أمور. إحنا بما يجب أن نوسع القاعدة، كان يجب علينا أن نوسع القاعدة، قاعدة اللاعبين يكون عندنا منتخب وطني 25 لاعب، عندنا منتخب أولمبي 25 لاعب، منتخب شباب. إحنا سعدنا لاعب يلعب منتخب شباب والأولمبي الوطني يأخذ ست أماكن، فهذا حالة خطأ. والدليل أنه الآن أكو حالة تخبط أنا أعتقد وأنت وشارع الرياضي، أنه كيفية إعداد المنتخب الوطني، لأن المنتخب الأولمبي استحقاقه قبل، فراح تركيز عليه من على المنتخب الأولمبي. وبعد أسبوعين يعني إذا خلصنا يوم 15/8 أو 20/8 1/9 مباراة المنتخب الوطني، كيف يعد المنتخب يعني الوطني؟ في في كلامك 1/9 ربما تقابل إيران وأستراليا، إيران وأستراليا. أنا هسه خلي يجيبوا المدرب أجنبي، هسه خلي نسميه الاتحاد مدرب اجنبي للمنتخب الوطني. اول ما يقول لهم لا، يقول لهم شيل الشارع الاولمبي، يا هذا منتخب وطني يا اولمبي، فرغوا لي اللاعبين، انا اريد لاعب من الشهر السادس ويبدي يخلي خطته والمباراه على مستوى عالي. اسبوعين تجيب الفريق قبل اسبوعين، وين راح يقدر يلعب؟ وين قاعد الحين يلعب الدوري الانجليزي لاعبين وين يلعبون؟ نقدر نقدر هاي نقطه مهمه ايضا، لا وجود للمال، وايضا خالي الاتحاد في باله. انا ما تكلمت، انا ما تكلمت على مال، انا تكلمت على عمليه تنظيميه. لا لا لا، النقطه المهمه انه ماكو مال حتى تجيب مدرب اجنبي وخاص. والنقطه الثانيه الجوهريه الاهم، انه المدرب الاجنبي اذا يجي راح يتكلم هذا الكلام. انا قلت اذا مدرب اجنبي، فانت سالتني ليش من يجي المدرب العراقي يجب ان يعمل نفس العمل، يقول لك تعالوا انت تردون من عندنا نتائج، شارع الرياضي موجود واسم العراق كبير والبطوله على مستوى عالي، كيفيه اعداد المنتخب الوطني. انا اقعد معك كرئيس اتحاد قل اريد اعد المنتخب، شلون اعده فهمني. هذا جانب، هذا جانب. الجانب الثاني اذا ما الاخ غني استلم مثلا الوطني والاولمبي سوى، اكو مجموعه من اللاعبين اللي هم ما يشتركون ضمن الاولمبي، هم بالوطني، مصيرهم وين؟ وين مصيرهم دول اللاعبين الاجانب المغتربين الولد العراقيين؟ وين راح يصيرون؟ كيفيه اداء مباريات؟ شلون تدرب؟ فراح يصير يعني انا اقول لك لخبطه غير طبيعيه تاثر بالمحصله النهائيه على مستوى المنتخب العراقي الاول في اول مباراه، وانت اول مباراه كمدخل يجب ان تكون عاد اعداد على مستوى جدا عالي. فانا اعتقد انه هاي من تتعامل، هاي من ضمن الامور اللي هي يعني صايره شبه وتقاطعات بين الاستحقاقات. انا يجب، انا عندي افكار، انا عندي فكره، وهي واحده من انا اعطيك الفكره. يجب ان تعمل فريق، اوكي، فريق منتخب العراق يجب ان تعمل وتعد كانما يلعب الى تصفيات كاس العالم. جميل، تعد فريق
يعني انت مثلا في اي لحظه ممكن لاعب بدك يتعور، في لحظه عندك لاعب، اكو لاعبين هسه تذكرتهم مغتربين ولا ضمن المنتخب الوطني ولا ضمن المنتخب الاولمبي، ممكن تجيب هؤلاء اللاعبين تحاول قدر الامكان، لان اذا بقى الفريق العراقي راكد ومعتمد ميت، ماكو تدريب، ماكو تجمعات، ماكو مباريات دوليه، ونعتمد فقط على المنتخب الاولمبي، انا اعتقد سوف يظهر منتخبنا بوضع لا يرضي الجميع. ليش؟ لان احنا اذا نظرنا فقط الاولمبي، المنتخب الاولمبي اعتقد يلعب على مستوى اولمبي، واحنا لاعبيننا ما شاء الله كلهم نصهم يلعبون المنتخب الوطني، احنا تعودنا لاعبيننا بالوطني يلعبون على مستوى اولمبي، من يرجع ويلعب على مستوى منتخب وطني يشوفك فارق، لان هو دا يلعب مع لاعبين اقل من عنده، اقل من عندك كمستوى، فمن يجي يلعب مع المنتخب المنتخبات الوطنيه شوفك فروقات بكل شيء، فروقات بالفكر بالمهاره بالسرعه. راح نذكرك كابتن راضي ان شاء الله بعد استلامك المهمه، اذا انت واذا اخر من الزملاء راح نذكرك اذا بخصوصيتك هذا الكلام، انه في حال اعتمادك على المنتخب الاولمبي ولم تطبق ما تحدثت فيه الان، يعني لا تجيب لاعبين لا وتستعد، انت عندك 10 لاعبين الاولمبي لا يمكن ان تهملهم، بس انت يجب ان تعمل فكره بديله لاعداد منتخب، بالاضافه لان انت تنظر وتشاهد وتتابع لاعبين المنتخب الاولمبي، يعني انت حضرتك تعمل المنتخب الاولمبي اللي هو نواه للمنتخب الوطني وترمي بالبحر. زيكو مره واحده شاهدت اني وكلمت اياه كلمتين، قلت له هذا المنتخب 2011 به مجموعه من اللاعبين جيدين تابعهم، ثلاث ايام يجي الرجال شافهم، من صارت بعض اللاعبين ما قاموا ما يجون، مشاكل صارت، لعبهم مع اليابان خسرنا بها 1-0 وكانت مجموعه جيده من اللاعبين. المنتخب الوطني هو نواه للمنتخب الوطني، الاولمبي نواه للمنتخب الوطني، بس انا ايش اقول؟ المجموعه الاخرى اللي هي مو ضمن المنتخب الاولمبي شو تسوي؟ تقعد يعني سوالف، راح انا اسالك انت اكيد غير لازم تعدهم، لازم يدربون، لازم بمستوى بمستوى البطوله، يعني نص فريق انت عندك يجب ان تعده، ربما اللاعبين اللي على نواه المنتخب الوطني ما راح يقدموا مستوى في هذه البطوله ويستبعدوا من فكرتك. احسن، فانت ما تقدر تجيب لاعبين 10 تدربهم، يجب ان تجيب فريق كامل تدربه. ذكرتني بزيكو في عندما كنت مساعد بوره، تركت المهمة وذهب بورا وحيدا إلى كأس القارات، شنو اللي خلاك تترك المهمة؟ لا كان يا مساعد، هو مساعد إيه، بس أنت كنت وياه. إيه أنا صراحة يعني عديت الفريق 6 أشهر حتى سويت له قوام باللاعبين استمارات كذا، لكن الفترة أنا أعتقد هو كان هناك خلف الكواليس أكو أحد الجهات معينة مكلمة مع بورا، هو كان مريدنا صراحة، كان يتوقع إنه أنا عندي تقاطع مع اللاعبين، فمن شاهدني علاقتي بهم طيبه تفاجئ هو، بس انا كان اعتراض على تدريباته، نوعيه كان عندنا يونس مسوي عمليه بظهره، كان المفروض يونس يعاد اعداد منفرد، يعني سوى تدريبات صباحيه، ما تدريب كان بائس تدريب، المهم فقلت له انا ما اقدر صراحه، انا بالنسبه لي اديت واجبي، انا كنت موجود بالعراق 6 أشهر وعائلتي تاركه بقطر 6 أشهر، فقلت له انا بالنسبه لي ما اقدر، خلاص هو لنا 3 لعبات كاس القارات، وبورا من المدربين الكبار طبعا كتوظيف لاعبين كقراء المباراة، لكن انا فانا صراحه ما اقتنعت بالعمل الموجود، لان ما لنا دور كان، فانا هذا بلدي 6 أشهر عادي 6 أشهر بدون مقابل، بعدين الاتحاد قالوا يلا نعطيك نص عقدك ما ادري شنو، ما عندي مشكله محلي، انا الفريق انا عادي فريق انا موصل، لعبنا ويا كوريا ويا السعوديه 6 أشهر طبعا مرتدية. والحمد لله ظهر الفريق مظهر جيد صراحه، فكان اعتراض على هذا الجانب انه انت ما عليك دور. جميل كابتن، انت تحدثت في كلامك انه انت من صلاحياتك المساعدين وحتى المستشارين، وهذا من ضمن اختصاصك وصلاحياتك، لكن النقطة الأهم، المدير الإداري للمنتخب الوطني هل سيطرأ تغيير على هذا المنصب أم ستترك هذا المنصب للاتحاد؟ لا خاصة إذا ما علمنا أنه أنت عندك سابقة مع المنتخب الأولمبي، خسارة المنتخب الأولمبي بسبب سوء العمل الإداري، ويعني كلفت المنتخب الأولمبي خسارة مع الإمارات. هذه العمل الاداري هو من حق الاتحاد طبعا، انا حتى على مستوى انديه ما ادخل بال، بس انت ما تدخل في مطبات التاشيرات، لا اسمح لي، هو هذا هي مسؤوليه الاتحاد، مسؤول الاتحاد يضع شخص كفو عنده الامكانيه انه يؤدي الجانب الاداري، انا ما ادخل بعمل الاتحاد صراحه، انا اكون صريح معك حتى على مستوى انديه، اما بالنسبه للمال الاولمبي انا قاعد بالغرفه بالمباراه
كان مدير رئيس الاتحاد استاذ ناجح، نائب رئيس ابو خالق نعيم صدام كابتن نعيم مشرف الفريق مدير الفريق كلهم قالوا ما عد كلهم قالوا ما عد دار خبره لجنه العلاقات قالوا ما عد فيصل جاسم كلهم قالوا على اساس احنا اللاعب لاعب عندنا دار يعني شنو راح يعني يغير لمجرى التاريخ؟ لا يمكن واحد او اثنين حتى لو ثلاثه. فكان هنالك سوء فهم بالنسبه لهم الكارتا السكورشيت من جاي ما مكتوبين بفيصل كاتبين الظاهر الحكم منطيه وهم ما مسجليه. فصح المدير الفريق له دور كبير في هذا الجانب، لكنه اكو لجنه تابع لان احنا مباراتنا كل شهر نلعبها. فمدير الفريق هو استحقاق للاتحاد، من حقه يضع اي شخص. انت هم تريد يعني الامور تصير بشكل اوكي يعني انا جيد انا بالنسبه لي بالنسبه لي تاخير بالفيز لا طبعا هذا حاجه طبيعيه. الاتحاد من حقه يضع ثقته في الشخص اللي يشوفه، وهي مسؤوليه الاتحاد، هذه المثلبه تصير على الاتحاد. واذا كانت على مستوى جيد فالايجابيه تصير على الاتحاد، فانا اعتقد مو مشكله كبيره مدير الفريق، انا وجهه نظري مو مشكله كبيره بالنسبه لمدير الفريق. جميل. زين كابتن، هل في نيتك او يعني هذا السؤال ربما يطرح لاتحاد الكره وبالتالي نشوف راي الكابتن راضي الشنيشي بهذا الصدد، لما بتشكيل لجنه من المدربين يترأسهم الكابتن راضي الشنيشي يذهبوا مع المنتخب الاولمبي الى البرازيل يكونون قريبين من المنتخب الاولمبي لجيل لاعبين هم نواه المنتخب الوطني العراقي حتى يكون الكابتن قريب من كل صغيرة وكبيرة في أروقة المنتخب الأولمبي. كابتن راضي، لو هذه الفكرة طبقت يذهب معك بمعية مدربين ثلاثة أو أربعة وأنت تكون ثالثهم برأسك وتكون قريب من المنتخب الأولمبي في البرازيل، تقبل هذه الفكرة؟ والله أنا أعتقد فكرة غير مجدية. كيف؟ أولا أنت اللاعبين تعرفهم، أنا بالنسبة لي اللاعبين أعرفهم والمتابعه موجوده طبعا من خلال الشاشه وتشاهد. هذا جانب. الجانب الثاني، انت الفتره اللي راح يتدرب بها المنتخب الاولمبي هي فتره نموذجيه، فتره مثاليه، فتره مهمه لاعداد منتخب. مو تروح تقعد هناك تسافر وتقعد بس تتابع لاعبين سياحه، لا. انا اعتقد بعد ما ينتهي الدوري هي فتره عمل للكل، للوطني وللاولمبي. من حقك انت كمدرب تابع اللاعبين شاهدهم، بس انا اعتقد العمليه سهله جدا بما انه انت عندك معلومات اوليه عن الكل، فما ممكن تتابع بس ما اعتقد تواجدك راح يعطي حافز اكثر للاعب يعني بالقرب. لا، مجرد انه يسمون المدرب المنتخب الوطني هو هذا كلش حافز، هو راح يعرف انه اكو مدرب موجود يتابع، حاله طبيعيه جدا هذه. يعني هسه انت شاهد في بعض الاحيان ممكن مدرب يريد يشوف لاعب بعينه مثلا ما مشاهده يروح يسافر يشاهده، او لاعب يروح مثلا في دوري يروح يشاهده. بس انا بالنسبه للاعبين كلهم اعرفهم، كلهم اعرف امكانياتهم، متابعه دقيقه، تقعد تشاهد اللاعبين بالتلفاز. انا وجهه نظري افضل، يجوز يصير حاله ضغط على اللاعبين، يجوز يصير عكسي، لان احنا شاهدنا انا لاعب في بعض الاحيان من يوقف مدرب منتخب او جاء مدرب اقوم اخربط. بالمناسبه هو حتى صارت حساسيه بهذا الموضوع، ان المدرب من يذهب مدرب اخر معه متوقع في اي لحظه اخفاقه ربما يكون هذا البديل كما حدث مع الكابتن. تعتمد على شخصيه المدرب وثقته بنفسه. بس انا اقول لك مو كل شيء تتكلم به هو بايجابات، لا، في بسلبيات، ممكن تكون ورقه ضغط على المدرب مثل ما تقول وعلى اللاعبين. فانا اعتقد المتابعه من خلف الكواليس من بعيد افضل، وانت عندك المعلومات تتابع اللاعبين، تتابع شوفهم يكون يجون الى مرحله جيده ويجوك جاهزين طبعا افضل. زين كابتن راضي، هناك اعضاء متنفذين في اتحاد الكره واكيد انت تعرف انه لا يحبذون تواجد الكابتن راضي الشنيشي على هرم التدريب منتخبنا الوطني، لولا المطلب الجماهيري الكبير بتسميتك لكان اسمك مستبعد بهذه التسميه. والله شوف، تشعر كل شيء؟ اشعر طبعا، وهي حاله طبيعيه يعني ما تحسس بنعتها، لان انت لا يمكن تقعد في مكان بعشر نفرات تكسب رضاهم كلهم او كلهم يقتنعون بك. حالة جدا طبيعية لسبب أو لآخر، وأصلا ما تأثر عليه، لأن أنا بالنسبة لي من أريد أجي أعمل بس تعرف السبب؟ ما أعرف السبب. السبب والله ما أعرف السبب. أنا أريد أخدم طبعا، أخدم بلدي أو أخدم النادي، أنا أخدم بإخلاص طبعا، من أريد من أدرب يعني أخلي كل جهدي بالعمل، فهي تبقى الأخوة، ما راح أتأثر ولا اعرف الاسماء. بالمناسبه اعرف اسماء ويوصلني انا من العراق، منين قاعد انا؟ ما شاء الله احنا غمض فتح تطلع لك شيء، بس هذا ما ياثر علي ابدا. فمن حقهم انه عندهم وجهه نظر، يريدون سين او يريدون صاد، ما شاء الله ابناء العراق الاوفياء موجودين، مو بس المتكلم. فابدا ما اتحسس من عند العمل. زين
مهمتك القادمة في حال تسميتك تعتبرها أيضا مهمة كبرى مجازفة تاريخك؟ والله طبعا أمام البلد، أمام الوطن، أمام العراق، يعني تقدم هواي أمور صراحة، يعني من ضمنها تقدم تاريخه، تقدم وبالفعل أنا رحت بطولة أماسية سواء طرح نفسه لو الفريق يعني خسارات وفريق غير مستوى مثل ما كان بطولة كأس الخليج، هل الآن الجمهور حضرتك كإعلاميين تنادون وطالبون بالمتكلم؟ أكيد لا، ما راح. فطبعا أنا أخلي في نظر اعتبار الفشل الموجود، أخليه اخلي ممكن اخلي مثلا على مهمتين تصفيات وبطوله امم اسيا، يعني لا واي تصفيات احسن 12 فريق في اسيا وكلهم مستوياتهم جدا عاليه، اول ثلاث مباريات هذه حاله طبيعيه، لكنه العمل اللي ما بصعوبه ما بقيمه، العمل اللي ما بمجازفه ما بقيمه، فانا اعتقد قيمه العمل بصعوبته وبقيمته الفنيه. انا صراحه لحد الان بطوله امم اسيا في مفكرتي، يعني انت كانك عايش حلم، لانه يعني جاب كبير، يعني فارق كبير واسع بين كره القدم العراقيه والدوري وبين البطوله امم اسيا او اللعب بالنسبه للمنتخبات الوطنيه. الشيء طبعا اللي يقلقني هو شيء واحد ايا كان المدرب، هو انه يجب ان تحضر المنتخب للمباريات، يعني انت لا تبقى على تحضير الضعيف لعبك مباراه واحده، لا يجب ان تجمع اللعب. اذا ما وصل لك الاتحاد الامور اللي انت تبحث عنها، معسكرات نموذجيه، مباريات كبيره جدا، وقال لك هذا امر انا قلت يقلقني لاي مدرب، مو لي انا ما اتكلم عن نفسي، لي اي مدرب فعلا، لان احنا مشكلتنا شنو هسه؟ مشكلتنا اذا خلي الفريق يدخل بطوله، بطوله من تصفيات وبطوله موجوده هي، يعني مثلا مجموعه وبعدين سيمي فاينل وبعدين فاينل، شوف الفريق يبدا يتصاعد اداء، ليش؟ لان يجمعون سوى تغذيتهم، التركيز، الانضباط، يبدا لانها ملاعبين مباريات كثيره. فاتمنى طبعا على الاتحاد، الاخوه بالاتحاد، اي مدرب يسموه، يجب ان يوفرون له قبل كل مباراه، يجب اقل شيء مباراتين، اقل شيء. اللاعب العراقي يجب ان ينهض ويرتب تجميع اللاعبين لمده 30 يوم قبل البطوله وقبل لا انا ما انا ما لي شغله بالتجميع، انا ما شغله، لان انت راح تتعامل بفترات مختلفه، اكو دوري عندك، اكو لعبات، اكو لاعبين محترفين ما يجوك، بس اقول اكو فترات ممكن لاعبين ما عندهم استحقاقات وقاعدين ممكن تجمعهم، بس اللي اتمناه انه توفير المباريات التجريبيه لمستويات عاليه حتى ترتقي باداء الفريق، اما نبقى على المباريات اللي نعملها بالدين، بالدين نعملها مباراتنا احنا صراحة، فهاي لا تغني ولا تسمع، فهاي ما تأثر تأثير إيجابي على الفريق، يعني مثلا نشوف الفريق بدن يصعد، نشوف الخلل وين، أما أنت تلعب مع فريق ضعيف تفوز عليه 5 وتجي تلعب مع فريق على مستوى جدا عالي تنكشف كل أمورك. كابتن، الأخطاء الدفاعية دائما ما تحصل في منتخباتنا الوطنية، حتى عندما كنت أنت على المنتخب الوطني كانت هناك أخطاء فادحة، وهذه الأخطاء قاعدة تتكرر في الدوري العراقي. كيف يمكن معالجتها؟ هذا الاتحاد خط دفاعي منتظم مغاير عما شاهدنا سابقا؟ هي هو طبعا الحالات الثابته، اليوم كنت تشاهد مباراه الامس الدوري الانجليزي اعتقد توتنهام مسجل 25 هدف من حالات ثابته، يعني اكو بعض المنتخبات الحالات الثابته ركله جزاء، اكو بعض الحالات يعني بعض الفرق تنفذ الحالات، الحالات الثابته صعبه على الحارس، صعبه على المدافعين، انا اعتقد وجهه نظري ممكن تحل بالتدريب، تحل. ليش قلت لك انا مدرب المنتخب ما يدرب؟ لو اللاعبين يمك باستمرار ممكن تدرب، تعطيك كثير من الامور، شكو نقصات عندك بالمنتخب ممكن تعالجها، فتعالج بما انه اكو اخطاء خلينا نقول عليها شخصيه تعالج. احد الجماهير قايل شو كنا نشوف المنتخب العراقي يلعب بطريقه فريق برشلونه تيكي تاكا، يلعب ليش ما يلعب؟ احنا لو تلاحظ سابقا كان منتخباتنا تلعب بمستوى عالي بالنسبه للمحافظه على الكره، بس انا اعتقد واحده من الامور اللي مأثرة على مستوى هسه تشوف الدوري مالتنا، يعني بملعب الشعب شوف الاداء اختلف، المستوى اختلف، عندما تكون هناك ساحات على مستوى جيد، يعني الفيلد هذا الارضيه العشب يكون شوف اللعب سهل، وممكن تنقل لك 20 نقله، قبل بغداد لعبوا ويا اعتقد ويا الزوراء نقلوا 20 نقله، فإذن اكو امكانيه لاعب العراقي يحافظ على فانا اعتقد انه يستطيع المنتخب العراقي اذا ما توفرت له هذه الامور وتدريبات جيده وتحضير، لاعبنا موهوب، لاعبنا زين. ايش قد تفاؤلك في المستقبل القادم لمنتخبنا خاصه في التحضيرات وحلم اللعب في كاس العالم اصبح حلم الاحلام؟ تفاؤلي انا مرهون بالتحضير، اذا كان تحضير على مستوى البطوله على مستوى التصفيات انا متفائل، لان لاعبين عاده ما يعني يرتقي مستوياتهم صراحه، اما اذا يبقى على نفس عدم التركيز والابتعاد عن المباريات ولملمه الاوراق قبل 72 ساعه هلا امرها انا اعتقد صعبه جدا. كل هذه الامور كابتن راضي تحدث عنها السلبيه اذا ما بقت في مفكره الاتحاد،
هل سنشاهد رحيل الكابتن راضي أم يبقى لخدمة المنتخب كجندي لهذه المهمة؟ يعني خلي يسموني انا ما اسميني يعني. لا نقول سموك وهاي هاي الخاصات ظلت لا معسكرات نموذجيه لا مباريات وقال لك هذا طحال. شوف انت هنا شلون راح تستمر بالتدريب ام تترك المهمه اللي انت راح تطلب امور؟ اي عمل الى مقدمات. انت هسه كمقدم برنامج اذا ما توفر لك المقدمات لا يمكن ان تقدم برنامج جيد. فنفس الشيء المدرب اذا ما توفر له مقدمات العمل توفر له كل المستلزمات النفسيه. يعني احنا اكو شغله خليها بنظرك تدري عمليه خلينا نسميها بوكت مونية يعني مصرف جيب يمكن اضعف منتخب بالعالم حتى الصومال احسن من عندنا. تدري المنتخبات العالميه في بعض الاحيان حتى يسوون اضراب على البوكت مونية يعني على المصرف الجيب. احنا مشكلتنا حتى هاي الامور النفسيه اللي نقنع اللاعب بها يجي يعني لاعب من بعيد جاي تعطيه مثلا 40 دولار و10 ايام 400 دولار هو دي ياخذ له 200 مليون مدري ياخذ له نص مليون دولار. انا شنو قصدي؟ احنا بعض الامور اني انظر نظره بدون اهميه وهي مهمه جدا بتحفيز اللاعب. اللاعب هم بشر طبعا اكيد ودليل على ذلك انه كثير من اللاعبين انه من يجي حتى الاولمبي او المنتخب الشباب يفكر بالفوز في سبيل بكي الحكومه رئيس الوزراء يكرمه فلان يكرمه وهذا حاله جدا طبيعيه اكيد طبيعيه. فاللي يتمنى طبعا تتوفر كل الامور. هسه انا ما ادري اتكلم ماديا انا ما ادري اتكلم ضربت لك مثل عصب الحياه ضربت لك مثل الان. فاللي يتمنى انه الاتحاد يعني يوفرون رغم انا اعتقد امكانياتهم الماديه صراحه ليس بالمستوى اللي المنتخبات الاخرى ملايين الدولارات تصرف صراحه تعمل مباراه واحده ممكن تعطي مليون دولار صح. فبس اقول يجب ان تعمل بالشيء الصحيح تحاول توفر المستلزمات. اما انت تلقي المهمه بس على المدرب وتقول له روح قاتل مع ربك فانا اعتقد هاي ربك او مش كابتن راضي نورتنا وسعدتنا بحضورك وتمنياتنا لك بالتوفيق الله يحفظك حتى تسلمك مهمه المنتخب الوطني العراقي واكيد هذه مهمه ما بعد مهمه وشرف لي شرف اكبر انا عندي بس ملاحظه واجهه الصراحه تفضل كابتن. طبعا انا ثقتي كبيره بالجمهور بالاعلام حتى بالاتحاد انه ليس فقط كابتن راضي هو موجود طبعا بالساحه حتى لان اشعر انه في بعض الاحيان انه ناس تروح بعيد لانه عندنا كفاءات جيده صراحه المدربين. انا ما راح اذكر اسماء ما اريد اميل لشخص على حساب شخص. اتمنى طبعا نجاح المدرب العراقي حتى ينطي باور ينطي قوه نرجع للمدرب المحلي صراحه. فطبعا انا بالنسبه لي او غيري هو ممثل للمدرب العراقي للمدرب المحلي نجاح للمدرب المحلي ان شاء الله. جميل هذا الكلام واتمنى لك بالتوفيق الله يخليك حبيبي في مشوارك القادم. في ختام الحلقه شكرنا للكابتن راضي الشنشي لتواجد اليوم والبوح بما يدور في خاطره من مفكره تدريبيه قادمه لقياده اسود الرافدين الى بر الامان ان شاء الله. حلم اللعب في كاس العالم يتحقق على يد المدرب القادم لاسود الرافدين مع كتيبه اللاعبين. ونتمنى من اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه ان اللي اولت اهتمام كبير للمنتخب الاولمبي وراح نشاهد هذا الاهتمام منصب في اولمبياد البرازيل. نتمنى نصف الاهتمام او جل الاهتمام يكون مع المنتخب الوطني العراقي وتوفير ما يمكن توفيره لقادم اسود الرافدين. شكرا ايضا موصول لكادرنا الجميل تقبل تحيات المعز على الرياح وتحيات المخرج رائد راشد. نلتقيكم غدا الساعة 7 والحديث عن قرعة المنتخب الوطني العراقي. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. موقع سومر أونلاين.